الإسلام دين مرن يصلح لكل زمان ومكان، مرونة يجب الاستفادة منها، فلا تخرج عن الثوابت ولا تنفلت من الدين باسم المرونة ولا تبقيه جامدا. هي رؤية لأحد أبرز الوجوه الإسلامية في الأردن. في الدعوة يقول: أنا داعية وهذا واجبي، حتى في الجامعة أنا داعية، لكن لا أدعو إلى حزب أو جماعة أو تيار، إنما أدعو إلى التعاون بشكل عام. فالعمل التعاوني من وجهة نظره واجب شرعي فيما يتعلق بمفاصل الحياة المختلفة. في هذه الحلقة نتعرف معا على الشيخ والباحث والأستاذ الجامعي الدكتور شرف القضاء. في كنف أسرة عرف عنها الالتزام الديني تربى وترعرع شرف القضاء، فبدأت في تلك الفترة تتشكل نواة شخصيته التي تأثرت كثيرا بمحيطه المتدين. ليس هذا فحسب، فهو ينتمي لأكثر العائلات شهرة في العلوم الشرعية والدينية. تلقى القضاء تعليمه الابتدائي في قريته منيف، بعد ذلك أرسله والده إلى الشام لإكمال دراسته عند أخواله، منهم مفتي المملكة الراحل الشيخ نوح القضاء. فقد كان جده لأمه الشيخ علي سلمان القضاء فقيها من أوائل من تلقى العلوم الشرعية في الشام. تلقى الفتى المتفوق شرف آنذاك العلوم الشرعية في معهد التوجيه الإسلامي حتى أنهى الثانوية العامة، ثم التحق بكلية الشريعة في جامعة دمشق. درست باختصار الإعدادي والثانوي في مدرسة شرعية في دمشق. جدي كان رحمة الله عليه درس في دمشق، بعث أبناؤه أخوالي منهم الشيخ نوح إلى دمشق درسوا، وأنا كنت أيضا على الطريق. فلما أكملت الابتدائي أرسلوني إلى دمشق للدراسة في مدرسة شرعية. أخوالي بعض أعمامي أخوالي كلهم الأربعة، جدي كما ذكرنا، يعني هذه البيئة كلها مهدت للأمر، وأنا كنت مسرور لهذا. هو قد يكون سرور غير ناضج في البداية، لكن لما كبرت وعرفت نعمة دراسة الشريعة فأقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أيضا لدرست شريعة. بعد الثانوي دخلت كلية الشريعة في جامعة دمشق. لما انتهيت من البكالوريوس كانت رغبتي ورغبة الوالد أيضا كانت ملحة لإكمال الدراسات العليا. الخيار الوحيد كان الأزهر، ذهبت درست الماجستير والدكتوراه في الأزهر، وتخرجت ناقشت الدكتوراه بداية 1980 في دمشق. أيضا في الجامعة كان من أبرز الأساتذة الذين درسنا عليهم الدكتور نور الدين العتر، الدكتور وهب الزحيلي، الدكتور محمد أديب الصالح، الدكتور عدنان زرزور. كان لهذه الأسماء أثر واضح في مسيرة شرف القضاء العلمية، خصوصا ممن تتلمذ على أيديهم في جامعة دمشق بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية. التقت رغبته برغبة والده الملحة لإكمال دراساته العليا، وكان الخيار الوحيد أمامه آنذاك الأزهر الشريف في مصر، غير أن حيرة تملكت طالب العلم في اختيار التخصص بالدراسات العليا. هذه الحيرة لم تدم طويلا، فقد كانت نصيحة قدمها له شخص كان حديث التخرج بدرجة الدكتوراه من الأزهر بمثابة منعطف هام في حياته، قرر بعدها التخصص في مجال الحديث وعلومه. أما صاحب النصيحة فهو الدكتور عبد الله عزام. دكتور عبد الله عزام لم يكن مشهورا في ذلك الوقت، كان خريج أكمل دكتوراه حديثا، كان يعمل في وزارة الأوقاف. في أي عام؟ أنا التقيت به 73، فأنا كنت متخرج من البكالوريوس 73، وكنت يعني أفكر ماذا أدرس، يعني المكان الأزهر، لكن ماذا أدرس في الأزهر، ماذا أتخصص؟ شهادتي تتيح لي يعني عدة خيارات في التخصص. فخالي
الشيخ هود حفظه الله، كان مشارك في مخيم تابع لوزارة الأوقاف في جرش، وكان مشرف على المخيم الدكتور عبد الله عزام، فاقترح قال والله فيه دكتور ومتخرج من الأزهر وممكن تسمع منه وتستشيره. التقينا به، استقبلنا وعرضنا عليه الموضوع، وقال لي كلمات قليلة لكن سبحان الله لازلت أذكرها وأحفظها، وجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لاختيار التخصص. قال أنت ماذا ترغب، ما هي المواد التي تحبها؟ قلت له والله أنا الحفظ بالنسبة لي صعب، أنا أحب المواد التي تحتاج إلى تفكير، المواد العقلية. قال مثل ماذا؟ قال قلت له العقيدة أو أصول الفقه. فقال العقيدة التي في الأزهر غير العقيدة التي في بالك. فهمت بعد ذلك أنه هو يقصد أنه فيها مواد فلسفية كثيرة، ويعني هو لا يميل إلى هذا النمط من قال وأما أصول الفقه فأنا تخصصي أصول الفقه، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما درست إلا حديث نبوي، الحديث النبوي هو الشريعة والذي فيه التفاصيل الكثيرة. سبحان الله وقع هذا في قلبي الكلام، ذهبت وقدمت الأزهر في قسم الحديث وقبلت الحمد لله. كنت متردد ماذا أدرس، فكانت هذه يعني النصيحة نعم منعطف يعني نبهني إلى شيء ربما كان يخفى علي، والحمد لله درست الحديث. وكان هذا التخصص قليل والمسجلون فيه من الأردن قلة ومن العالم العربي أيضا قلة، يعني كان تخصص لا يقبل عليه الطلبة كثيرا. في بداية العام 1980 حصل الإقضاء على الدكتوراه في علم الحديث، وبذلك يعتبر الإقضاء من أوائل الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه في الحديث الشريف وعلومه وقتها. ومنذ تلك الفترة يعمل الدكتور شرف الإقضاء مدرسا في الجامعة الأردنية. ذكرنا المرة الماضية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، بعده في عصر خلفائه جماعة المسلمين بقيادة ورئاسة الخليفة. ثلاثة عقود طواها الإقضاء مدرسا، ولا زال إلى جانب كونه باحثا ومؤلفا له العديد من الأعمال التي تركت أثرا واضحا، سيما تلك التي تطرق فيها لقضايا معاصرة منها الطبية والفلكية وغيرها من القضايا الشرعية. لذا تجده من علماء الدين الذين يحثون على مواكبة المستجدات بلغة العصر. يعني مثلا في القضايا مثلا الحريات، لا تجد عندنا في الفقه الإسلامي هيك هكذا باب للحريات، تجد هذا يعني مصح التعبير منتشرا مبعثرا في الكتب السابقة بطريقة ليست بطريقة عصرنا. الآن لابد من كلام عن الحريات وما هي حدود هذه الحرية. الديمقراطية، ما موقف الإسلام من الديمقراطية؟ هل هي الشورى؟ هل هي غيرها؟ تختلف عنها كثيرا قليلا في ماذا إلى آخره. الدولة الدينية، هل الدولة الإسلامية دولة دينية، دولة غير دينية، ما معنى الدولة الدين إلى آخر. يعني في قضايا في الجانب السياسي كثيرة. في الجانب الاقتصادي، نحن نعيش الآن في عصر مختلف جدا عن ما قبل قرون، عندنا من وسائل التعامل الاقتصادي ما لم يكن يخطر على بال إنسان سابقا. كل هذا يحتاج إلى الحكم الشرعي فيها. لا شك أن الإسلام صالح مصلح لكل بيئة في كل زمان ومكان، هو برنامج إصلاحي الإسلام، وهو برنامج رباني. يعني البرامج البشرية تصيب وتخطئ، البرنامج الرباني لا يمكن أن يكون خطأ. والإسلام مارس هذا في أمتنا حوالي 1000 سنة كنا فيها يعني قادة العالم، ليس عسكريا فقط، فكريا، علميا، حضاريا، ثقافيا، اقتصاديا، سياسيا، كل شيء.
التسوق في رمضان من السبت إلى الأربعاء ضمن نشرات الأخبار على شاشة العربية. المظاهرات مستمرة في تونس للمطالبة بحل الحزب وتحييده نهائيا عن الساحة السياسية التونسية. هل هنالك يعني اي نظريه حتى تربويه تقول لك انت ما تعلم ابنك شيء؟ مش ممكن. الاتكاء على كتب الفقه القديمه لا ينسجم مع رؤى الدكتور لسبب بسيط، هو ان الظروف الان مختلفه تماما عما كانت عليه قبل قرون، لذا لا بد من استنباط ما هو جديد من القران والسنه، فهما صالحان لكل زمان ومكان بحسب الاقضاء، الذي يحث ايضا على الاعتماد في الخطاب الاسلامي على لغه العصر الحديث. نحن نعيش في عصر فيه مستجدات في السياسة، مستجدات في الاقتصاد، مستجدات في كثير من الأمور باختصار. أن نبقى نقرأ وندرس الكتب القديمة التي كانت في ظروف مختلفة قبل 500 سنة وألف سنة وإلى آخره، لا. الإسلام، القرآن والسنة وصالح لكل زمان ومكان، لكن ليس كل كتاب فقهي أو بشري ألف قبل قرون هو صالح لنا الآن. ولذلك دائما لابد من إدامة الصلة مع القرآن نفسه ومع السنة نفسها واستنباط الجديد المناسب المعاصر في هذا. يعني مثلا أنا لي كتيب موجود في السوق وهو أصل بحث، متى تنفخ الروح في الجنين؟ الرأي الذي كان سائدا أن الروح تنفخ في الجنين بعد 4 أشهر. أنا يعني المعلومات الطبية الحديثة أثارت شكوكي في الموضوع منذ ما يقارب 30 سنة. بدأت أبحث في الموضوع ووجدت بعض الأحاديث ووجدت المعلومات الطبية تقول شيئا غير هذا، وبعض الأحاديث الصحيحة، فخرجت بنتيجة أن الروح تنفخ بعد 40 يوم الأولى وليس بعد 4 أشهر. بعض القضايا الأخرى، في القضايا التي في بداية رمضان من كل سنة، وهل بدأنا بشكل صحيح أو غير صحيح، وكيف اختلفت وكيف إلى آخره. أنا لي بحث في هذا أيضا، ألقيت في عدة مؤتمرات ومحكم ومنشور إلى آخره، وخرجت فيه بنتيجة أن الأصل في إثبات الشهر الهجري الحساب وليس الرؤية، وأن هذا الأصل لم يكن متاحا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لأن الأمة كانت أمية في الفلك، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهو بديل عن الأصل. لكن إذا الأصل أصبح متاحا فالأصل هو الذي يؤخذ به، فعندنا الأصل وهو الحساب، وعندنا البديل الأول وهو الرؤية، وعندنا البديل الثاني وهو الإتمام، إذا غم عليكم فأتموا أو فأكملوا. أنت لابد أن تخاطب الناس بلغة العصر أيضا. الشباب الآن لا يفهمون لغة الفقه القديمة ولا لغة الكتب الدعوية القديمة، لابد أن تكلمهم بلغتهم، لابد أن تستخدم الأساليب المعاصرة في ذلك. هذا مجال واسع باختصار ولا ينتهي عند حد، كل جيل يمكن أن يكون له خطابه المعاصر، أساليبه المعاصرة، وهكذا يكون الإسلام يعني يعيش عصره إن صح التعبير. نحن بهذا نخدم الإسلام إن شاء الله، لكن إذا قدمناه بطريقة كما كان يقدم قبل قرون لن يكون هذا مفهوما. مصطلحات الناس زمان غير مصطلحاتنا، لن يكون مقنعا، لن يكون قابلا للتطبيق الحقيقي، التطبيق كما نظن أنه هو الإسلام. يعني باختصار في مرونة في الإسلام، هذه المرونة تختلف مع
اختلاف الزمان والمكان. لابد أن نستفيد من هذه المرونة بحيث لا تخرج عن الثوابت ولا تنفلت من الإسلام باسم المرونة، ولكن أيضا لا تبقيه جامدا إن صح التعبير. يسعى الإقضاء جاهدا كغيره من علماء الدين إلى التقدم، غير أن عوامل من وجهة نظره تقف عائقا أمام التطور. نحن الآن بوضعنا الحالي أمة متخلفة، وأسباب التخلف واضحة، وهي الفساد السياسي والفساد المالي والفساد الإداري والفساد في كافة جوانب الحياة. هذا ليس سرا وليس موضع مناقشة. لابد لأمتنا من برنامج إصلاح، من أن يتوقف هذا الفساد، من دراسته، من محاربته. لابد من أن نخطو إلى الأمام. وحول دور علماء الدين في المجتمع إلى حين تحقيق التقدم والتطور، يقول الإقضاء إن أغلبيتهم ممنوعون من الخطابة في المساجد، وعلى الرغم من ذلك يرى أن الدعوة واجبة ويقوم بها ما استطاع. هل تظن أنه يسمح لنا أن يكون لنا دور؟ يعني نحن نطالب من عشرات السنين بنقابة أو أي شيء يمثل علماء الدين الإسلامي في الأردن، نمنع من هذا. أكثر أساتذة كلية الشريعة أو كليات الشريعة ممنوعون من الخطابة أو باسم آخر غير مكلفون بالخطابة، علما أن تقارير وزارة الأوقاف الرسمية تقول أكثر الخطباء في الأردن غير مؤهلين شرعيا. عندكم عشرات ومئات أساتذة الشريعة، يا أخي استعينوا بهم، لا تمنعوهم. أنا ممنوع من الخطابة، أنا أريد أن أعرف ما هي الجريمة التي ارتكبتها حتى أمنع من الخطابة. جملة الانتقادات التي يوجهها الإقضاء لم تنتهي عند حد الخطابة، بل طالت أيضا التدخلات الخارجية في شؤون كلية الشريعة والمضايقات التي لا زالت تمارس على العمل الطلابي وعلى هيئة التدريس في الكلية. كعالم دين وداعية يرتكز في خطابه على الاعتدال المستمد من مرونة الإسلام، لا يخفي الإقضاء قلقه من الفكر المتشدد والمتطرف الذي يتبناه عدد من الجماعات الإسلامية، وله في ذلك وجهة نظر. نخشى على الإسلام من أي فكر متطرف، لأن هذا يسيء للإسلام أولا، كما يسيء للمسلمين وإلى العالم العربي والإسلامي. نعم نخشى من هذا، ونحب أن ينتهي أي شيء من التطرف الفكري عند المسلمين، لكن نحن نعتقد أن الكبت الفكري إن صح التعبير هو الذي أنشأ هذا التطرف الفكري. لو كانت القنوات مفتوحة أعتقد لما حدث هذا، أو لتضاءل هذا إلى حد كبير جدا. وأنا أظن، وبعض الظن إثم وبعض الآخر ليس إثما، أن هنالك جهات معادية للإسلام هي التي أنتجت بعض التيارات المتطرفة لتشويه صورة الإسلام. لا، هذا مثل يحتاج إلى تقول الدليل، أنا ليس عندي أدلة، لكن هو يعني إحساس. نعم نحس إنه بعض المتطرفين يعني صعب أن يكون مقتنعا بما يقوم به، تحس أحيانا مدفوعا، وتشعر بأن دائما أنت تتهم من؟ الطرف المستفيد. المستفيد من التطرف في العالم الإسلامي ليس الإسلاميين، مستفيد أعداء الإسلام. الفكر المتطرف لا يقاوم بالقوة، يقاوم بالفكر، وأقدر الناس على هذا هم العلماء. الداعية الشيخ والباحث الدكتور والعالم لا يميل إلى مذهب فقهي معين، فهي من وجهة نظره رؤية بشرية اجتهادية فيها الصواب وفيها الخطأ، لذا يدرس كل الآراء وينظر في كل الأدلة ويختار الراجح.
ينتمي الإقضاء إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ويقول إنه لو وجد أنضج من هذه الجماعة وأكثر اعتدالا واتزانا من فكر الإخوان لكان في ذلك التيار. حقيقة لم أجد جماعة تأخذ الإسلام أخذا شموليا بجوانبه الاعتقادية والفقهية والسياسية والاقتصادية وإلى آخره كما نجد هذا في فكر الإخوان المسلمين. هذا من أكثر ما أعجبني في الإخوان، الرؤية الشمولية للإسلام، يعني لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل جانبا، لا، هي تأخذ الإسلام كله. في خطابها وأسلوبها أنا لم أجد أنضج وأفضل وأكثر اعتدالا واتزانا من فكر الإخوان حقيقة، ولو وجدت أنضج لكنت في ذلك التيار، لكن هذا الذي وجدته. الأساليب تتطور، والإخوان أيضا مرنون في هذا الجانب، يعني توجد أساليب تقليدية والبعض يصر عليها وإلى آخره ويكتفي بها ربما، لا، الإخوان حقيقة عندهم مرونة في الوسائل والأساليب، عندهم انتشار واسع في العالم. أنا ألتزم في الجامعة بأنني أستاذ للجميع ومحايد وأعطي القضايا الشرعية والعلمية كما هي دون أن أتطرق إلى هذا. أحب أن أعرض وجهات النظر، أحب أن نتحاور نتناقش، ثم لما يسألونني سؤالاً مباشراً، لأنه أنا أقول في المحاضرات مثلاً أن الالتزام بحزب وبجماعة هذا واجب، حقيقة هذا ليس واجباً شرعياً فقط. يعني أنا أذكر يعني حتى الخطاب الرسمي للأردن يحث على الانتساب إلى الأحزاب، لكنني في الجامعة لا أحاول ولا أسمح لنفسي أن أستغل مكانتي في الجامعة للدعوة إلى حزب. إذا سألوني بهذا الشكل أقول الخيارات موجودة، انظر إلى الأقرب فكرياً وسلوكياً ومنهجاً إلى الإسلام فعليك أن تأخذه. للشيخ نشاطات أخرى في عدد من المجالات، فهو عضو في العديد من المؤسسات والهيئات الدينية والعلمية والفلكية، ومحاضر في الكثير من المؤتمرات والندوات في عدد من الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من الدول، وله مشاركات إذاعية وتلفزيونية، كما أنه خطيب سابق لنحو 15 عاما في مساجد المملكة ودولة قطر التي أمضى فيها بضع سنوات كمدرس هناك.